السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عناوين وتجوال متجدد بين عناوين الصحافة. نبدأه بأبرز عناوين اليوم. منتخبنا الوطني خرج بفوائد فنية عديدة من التجربة السورية الودية. الهلال السعودي يعزز صفوفه بفلاتة بأقل تكلفة مالية ممكنة. هجوم عنيف تعرض له مبارك بسبب استبعاد الدخيل من قائمة الأفضل في الكويت. الملكي يتسيد أوروبا باثني عشر لقبا، وزيدان أول مدرب يحتفظ بالمجد لعامين متتاليين. والأندية الإنجليزية تتسابق لخطف ود داني ألفيش وتشيلسي الأقرب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نقص شريط جولتنا في الصحافة المحلية من أخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي غادر أمس متجها إلى الأردن، حيث يقيم معسكرا إعداديا حتى موعد مباراته أمام فلسطين في 13 من الشهر الجاري في رام الله ضمن الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات. صحيفة عمان خرجت على صفحتها الرياضية بعنوان قالت فيه: مؤشرات إيجابية في التجربة السورية. وجاءت الرحلة بعد ساعات من أداء الأحمر لتجربة ودية مهمة أمام المنتخب السوري على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، انتهت بالتعادل بهدف بعد أن قدم المنتخب الوطني مستويات فنية جيدة خلال أوقات المباراة التي ظل متقدما فيها حتى الدقائق الأخيرة لتستقبل شباكه هدف التعادل نتيجة غياب التركيز في الدفاع. وحظيت التجربة السورية بارتياح كبير وسط الجهاز الفني واعتبرها مفيدة وقدمت مؤشرات إيجابية عما تم من عمل في الفترة الماضية والجهود المبذولة لتجهيز الأحمر فنيا وبدنيا لمواصلة مسيرة الانتصارات في التصفيات الآسيوية بعد الفوز الكبير على بوتان في الجولة الأولى. قدم رئيس نادي صحم عادل بن عبد الله الفارسي شكره لوزارة الشؤون الرياضية وعلى رأسها معالي الشيخ سعد بن محمد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية على وقفتهم ودعمهم المستمر وبالأخص لنادي صحم، كما شكر رؤساء الاتحادات الرياضية على الجهود التي بذلوها خلال الموسم الرياضي متمنيا لهم التوفيق في قادم المواسم. صحيفة عمان كانت حاضرة فخرجت على لسانه بالقول: نعمل وفق إمكانياتنا للموسم الجديد وهدفنا منصات التتويج. وقدم الفارس اعتذاره للجماهير على النتائج التي حققها الفريق في الموسم الحالي وقال: كنا نأمل أن نحقق الهدف الذي رسمناه، وهناك خطوات تصحيحية لما هو أفضل، ونتمنى من الجماهير أن تكون اليد اليمنى لإدارة النادي. وفيما يخص موضوع اللاعبين المحترفين فإن النادي استغنى عنهم جميعا لهذا الموسم، وتم الجلوس مع الجهاز الفني لاستلام التقرير الفني وأيضا إعطائنا البدائل، مشيرا إلى أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها لمتابعة الفريق الكروي بالكامل طوال الموسم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة انضباطية بالنادي، وستكون مختصة بفرض أي عقوبة انضباطية لأي لاعب في الفريق لجميع الفئات. اقترن اسم اللاعب حسين الحضري بنادي ظفار منذ نعومة أظافره، إلا أنه في الموسم المنصرم قرر الانتقال إلى نادي السويق في موسم يعتبر استثنائيا لهذا اللاعب الذي طالما قدم حضورا مبهرا أينما حل. عمان الرياضي كان له حوار مع الحضري للحديث عن موسمه الناجح مع نادي السويق بعدما حقق معه كأس حضرة صاحب الجلالة على حساب ظفار، لتخرج الصحيفة بعنوان على لسانه يقول: حسين الحضري، نهائي الكأس كان صعبا وتجربتي مع السويق ناجحة، حيث يرى الحضري أن تجربته مع نادي السويق ناجحة بعد الفوز ببطولة الكأس الغالية على حساب فريقه السابق ظفار. وقال الحضري بأن اسمه مرتبط بنادي ظفار كلاعب في الفترات الماضية، وحاليا لا يربطه بظفار غير أنه مشجع له، ليتطرق بعدها عن إمكانية استمراره مع نادي السويق، مشيرا إلى رغبته في الاستقرار مع شعاع الشمس، وأنه مستعد لخدمة السويق إذا قامت إدارة النادي واللجان الفنية القائمة بدورها مع تقارير المدربين السابقين في إقرار تواجده ورغبتهم في خدماته.
من ثابر واجتهد بالتأكيد سينال حب الجماهير المحبة للساحرة المستديرة، فحارسنا الأمين علي الحبسي نال إعجاب متابعيه بالرغم من عدم اكتمال أحلامه للمشاركة في بطولة البريمير ليج، ما جعل من الكاتب أحمد السلماني يلخص لنا أبرز العبارات التي يستحقها الأمين، وذلك عبر صفحات جريدة الرؤية. نتابع. سبعة عشر عاما من عمره الكروي الحقيقي منذ حراسته لمرمى بيته الأول المضيبي، وحتى ليلة سقوط ناديه الحالي ريدينغ في البلاي أوف وخسارته بطاقة الظهور مجددا في البريمير ليج أقوى دوريات العالم على الإطلاق، فضلا عن أمانته لحراسة عرين منتخب بلاده، ومنذ 15 عاما تقريبا لم يتسنى لأي حارس مرمى عماني احتلال مكانه أو إسقاطه من على عرشه إلا في حال غيابه فقط. إنه الأسطورة العربية الكروية المطلقة علي الحبسي، النموذج العربي الفريد في ثباته بأصعب دوريات العالم. وللحق فقد فعل الحبسي كل شيء في قاموس كرة القدم، ومنذ بداية الموسم لضمان وجود فريقه ضمن كبار الأندية الإنجليزية، لكنه فقد كل ذلك في دقيقتين يتهاوى مع العملاق العماني الحلم العربي. النجم العربي فقد فرصة الظهور أمام روني وماتا وكوستا وغيرهم من أبرز النجوم، ولكنه كسب حب واحترام الجماهير العربية والإنجليزية بعد أن فرض اسمه بقوة ضمن تشكيلة الموسم لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي وللعام الثاني على التوالي. إنها إرادة التفوق. المدهش والتفرد في حالة الحبسي هو دوام العلق والنجومية رغم التقادم في العمر، فهو يثبت كل موسم أنه أفضل من سابقه وأنه لا يزال في أوج عطائه وتألقه. بعد أن كسر حاجز العجز العربي، هو وقلة قليلة يملكون الاستدامة في الظهور بمستويات عالية، إذا ما علمنا أن هناك نجوما عرب ظهروا بقوة وتفاءلنا باستمرارية مزاحمتهم لبقية نجوم العالم، لكنهم سرعان ما يأفلون. ومع كل هذا الألق، ولو قدر لنجمنا المحبوب قرار الاعتزال يوما، رغم أن هذا مستهجن ومستبعد في الوقت الراهن على أقل تقدير، فمثل هذا الأمر ليس بيده وحده، إنما بيد الجماهير العريضة والشعبية العربية والإنجليزية وحتى الأوروبية، وحدها من تقرر مصيره، فإبداعاته وتدخلاته وصداته ملك لها. فإذا ما حست يوما أن نجمها قد شاخ، فإنها في حينها ستعلن عن وداعه داخل المستطيل الأخضر، ولكن مهمة أخرى كبيرة تنتظره خارج المستطيل، إنها مدرسة القدوة الكروية للظاهرة علي الحبسي. نعم أيها النجم الكبير، مهمة وطنية وعربية كبيرة تنتظرك أنت وبعض النماذج العربية النادرة في النهوض بواقع الكرة العمانية والعربية نحو حضور أفضل. فنحن في التصنيف 118 عالميا، وأفضل تصنيف عربي هو 20 للفراعنة المقاتلين، وبعد ذلك الهوة كبيرة بحلول الجزائر والسعودية في التصنيف 53. وبالتالي فجهد كبير ومشوار طويل ومسؤول ينتظر النماذج العربية المتألقة كعلي الحبسي والمصري محمد صلاح ومن سبقهم من النجوم العربية التي خلدت اسمها في الذاكرة الكروية العالمية للنهوض بواقع العربي الكروي. رسالة خاصة للأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ولنائبه الدكتور جاسم الشكيلي ومن في حكمهم لتبني مشروع النهضة الكروية العربية بدل حصر النهوض بها في تطوير مسابقاتها التي وبكل صراحة لا تلقى ذلك الاهتمام والزخم الكبير من الاتحادات العربية. شاركت السلطنة ممثلة في اللجنة العمانية لكرة الطاولة في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي أقيمت بمدينة ديسلدروف الألمانية، وذلك على هامش بطولة العالم لكرة الطاولة. صحيفة عمان غطت فخرجت بعنوان قالت فيه: السلطنة تشارك في عمومية وانتخابات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بألمانيا. وقد مثل السلطنة في هذه التظاهرة عبد الله بن محمد بام خالف رئيس اللجنة العمانية لكرة الطاولة وسجاد بن محمد اللواتي عضو اللجنة ورئيس لجنة التسويق والإعلام. واستغل الوفد العماني تواجده في هذا المحفل الدولي الكبير لعقد مجموعة من الاجتماعات مع باقي الاتحادات، حيث تم الالتقاء بالعديد من رؤساء الاتحادات العربية والآسيوية والأوروبية لبحث أوجه التعاون بين اللجنة العمانية لكرة الطاولة وتلك الاتحادات.
وأكد بام خالف أن مشاركة السلطنة في هذا الحدث لأول مرة يعد أمرا هاما لكرة الطاولة العمانية التي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة. وإلى رياضة المحركات، فقد توج بطل الشرق الأوسط المتسابق هيثم الحديدي بطلا للجولة الأولى من بطولة رمضان للانجراف، وخطف يونس العبري مركز الوصافة وحل أحمد العامري في المركز الثالث، وذلك في البطولة التي أقيمت على ساحة مسقط أرينا ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان رمضان لرياضة المحركات التي تنظمها الجمعية العمانية للسيارات. صحيفة عمان خرجت وجاءت على ملحقها الرياضي حول هذا الحدث بعنوان يقول: هيثم الحديدي يتوج بالجولة الأولى من بطولة الانجراف والعبري وصيفا. وشهد السباق مشاركة واسعة من أبرز سائقي الانجراف في السلطنة، وسجلت المنافسات الكثير من القوة والإثارة، وكانت الأجواء مثالية من حيث التنظيم والحضور الجماهيري الكثيف الذي استمتع بعروض السائقين وهدير محركات سياراتهم الرياضية والدخان المتصاعد من إطارات السيارات التي تمازجت تمازجا رائعا مع تشجيع وحماس الجماهير التي واصلت الاستمتاع بما قدمه أبطال عروض الانجراف من استعراضات مثيرة. بهذا نصل إلى ختام جولتنا في عناوين الصحافة المحلية. فاصل قصير، نتحول بعده إلى جولة سريعة بين عناوين الصحافة العربية. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام، وإلى جولتنا العربية التي نبدأها من السعودية، حيث أعلنت إدارة نادي الهلال عن توقيعها مع مهاجم الوحدة مختار فلاتة كأول الصفقات للموسم المقبل لدعم هجوم بطل دوري جميل وكأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بحسب صحيفة الرياض التي أعلنت عن تفاصيل الصفقة تحت عنوان كتبت فيه: فلاتة هلالي ب3.5 ملايين، وباجندوح خيار جديد. وتعتبر هذه صفقة انتقال حرة لن تكلف النادي الأزرق أي مستحقات مالية لصالح الوحدة، بحكم نهاية عقده مع فرسان مكة الهابط إلى دور الدرجة الأولى نهاية الموسم الماضي، فقط مقابل الرواتب المستحقة للاعب بعيدا عن أي زيادة مادية في الصفقة، إضافة إلى مرتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون ريال. ونبقى في السعودية، فقد انتقد الكاتب وليد الفراج حالة الصمت تجاه قضايا نادي الاتحاد، ويرى الفراج من خلال عموده المنشور على صفحات الرياض أن الوقت لم يعد في صالح النادي، وأن على هيئة الرياضة التدخل الآن وليس غدا. نتابع. لا يمكن أن تستمر هيئة الرياضة بالتعامل مع ملف خطير مثل ملف نادي الاتحاد بهذه الطريقة التي نراها الآن. كل الأسابيع الماضية كنا نجد العذر لرئيس الهيئة محمد آل الشيخ لأنه مرتبط بملفات متعددة في الدولة، وكان أحد أعضاء اللجنة الخاصة بترتيبات زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى المملكة العربية السعودية. مرت القمة ولا يزال الصمت مستمرا، ولا أظن أن الرئيس سيستطيع الصمت أكثر حتى لو قال سأصمت وليحدث ما يحدث. عزيزي الرئيس، إن نادي الاتحاد يمر بأزمة خطيرة ويحتاج بشكل عاجل إلى إدارة لأجل مواجهة ملف الديون الخطير، وربما لم يبلغك أحد أن نادي يقترب من صدور قرارات دولية ربما تكلفه الهبوط لا سمح الله إلى دور الدرجة الأولى، وهذا ليس نادي صغير حتى يحدث هذا الأمر بدون ردود فعل اجتماعية وشعبية قاسية.
وستكون ردود الفعل موجهة نحو الهيئة ونحوكم شخصيا، ومهما حاولت وزارة الثقافة والإعلام من حماية الهيئة وضغطت على وسائل الإعلام فإن ردة الفعل الاجتماعية في غرب السعودية لن تكون سهلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا لن تستطيع الهيئة تقديم دعاوى قانونية ضد 100,000 شخص. عزيزي الرئيس، إنني لا أحمل إليك تهديدا لا سمح الله ولا أحرض الرأي العام عليكم، لكن يجب أن تعلم أن إدارة الرياضة وهي المحرك الأول للرأي العام السعودي تختلف عن كل مواقع المسؤولية التي عملت بها في حياتك المهنية. إن التأخير يضغط على فريق الاتحاد ويعتبر تدخلا واضحا في المنافسة في الدوري المقبل لمصلحة الهلال والأهلي وربما النصر، وهذا أمر غير عادل أبدا. إننا لا نطلب منك تمويل ديون الاتحاد، لكن احسم الأمور وأصدر قرارا بالتكليف بسرعة، الوضع خطير جدا جدا. شارك رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بنفسه في بطولة العالم للترايثلون التي انطلقت بمدينة ساموريم بسلوفاكيا بمشاركة نخبة من أبطال العالم المحترفين، لكن مشاركته لم يكتب لها النجاح، والسبب أوضحته صحيفة الأيام فعنونت تقول: الإصابة بشد عضلي تحرم سموه من المواصلة في بطولة العالم للترايثلون. وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة معلقا على السباق: يعتبر سباق العالم من السباقات القوية جدا والتي دائما ما تحفل بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل محترفي رياضة الترايثلون في العالم، الأمر الذي يجعله من أصعب السباقات وأقواها من الناحية الفنية. إنه أمر رائع أن تتواجد في السباق مع نخبة من أبطال العالم للتنافس معهم لتحقيق النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي قد تعينك في المستقبل للظفر بالمراكز المتقدمة. ذكر يعقوب العدساني رئيس جهاز الكرة الطائرة في نادي السد القطري في حواره مع الراية الرياضية أن السد النادي الوحيد في قطر الذي يهتم باللاعبين المواطنين ويلعب بخمسة مواطنين، فيما باقي الأندية تلعب بلاعبين مواطنين فقط، لتخرج الصحيفة بعنوان على لسانه يقول: السد الوحيد الذي يعتمد على القطريين في الطائرة. وأرجع العدساني سبب تفوق نادي قطر في الفئات السنية على حساب السد لاعتماده على ثلاثة لاعبين مزورين في أعمارهم بأوراق رسمية صحيحة تماما، وذكر أن إلغاء لاعب السنتين قرارا رائعا يحسب لاتحاد اللعبة، وتمنى العدساني أن يتم تقليص المقيمين الاثنين فقط وليس أربعة حتى تهتم الأندية باللاعبين القطريين. في الإمارات أقرت اللجنة العليا للدمج الخطوط العريضة لمشاركة فريق شباب الأهلي دبي في الموسم الرياضي المقبل، على أن يتم تعيين فريق عمل يشرف على مختلف التفاصيل المتعلقة بكل الجوانب الإدارية والتنظيمية والرياضية. صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت فعنونت تقول: اللجنة العليا تدمج ميزانيات الأندية الثلاثة في واحدة. واعتمدت اللجنة العليا للدمج وضع إطار عمل يرسم الملامح العريضة لمشاركة فريق الشباب الأهلي دبي استعدادا لدخوله منافسات الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد استكمال فريق العمل المختص مهامه الإجرائية والإدارية والفنية لتأتي منسجمة مع قرار الدمج الأخير. وتناول الاجتماع أيضا وضع خطة عمل تتضمن دمج الميزانيات الثلاث في ميزانية واحدة تأخذ بعين الاعتبار كل الالتزامات المالية للفرق الثلاثة المندمجة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. أكد جمال مبارك لاعب المنتخب الكويتي وناديي التضامن والقادسية السابق خلال استوديو دورة الروضان أن اختياراته للتشكيلة الأبرز لنجوم الكرة الكويتية جاءت وفق قناعاته الشخصية ورؤيته الفنية للاعبين على مر تاريخ الكرة الكويتية، وذلك بعد تعرضه لانتقادات كبيرة بسبب استبعاده بعض النجوم من تشكيلة الأفضل القبس الكويتية. التقت مبارك فخرجت بهذه المقابلة. نتابع. يرى جمال مبارك أن عدم اختياره للملك فيصل الدخيل لا يقلل من قيمته وتاريخه الكبير في الكرة الكويتية،
مشيرا إلى أن الجميع استمتع بأداء ومهارات وكرة الدخيل خلال مسيرته المميزة بالكرة الكويتية، إلا أنه ارتأى أن هناك نجوما يمرون على الكرة الكويتية في مختلف العصور بخلاف العصر الذهبي، ويستحق من لم يلحقوا بالعصر الذهبي للكرة الكويتية أن ينالوا نصيبهم من الإشادة في ظل تضحيات وأداء فني مميز، ومنهم بشار عبد الله الذي نجح في تحقيق المردود المميز في الملاعب الكويتية وإثبات وجود لافت خلال مسيرته الاحترافية بالدوري السعودي، مما يؤهله لمضاهاة النجوم ليس فقط على مستوى الكرة الكويتية بل على مستوى الكرة الآسيوية والعربية والخليجية. ولم يجد مبارك مبررا للحملة التي تعرض إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة، وذلك عقب إعلانه عن تشكيلته، مشيرا إلى أن مشكلة الرياضة الكويتية في الوقت الحالي تنحصر في عدم تقبل البعض للرأي والرأي الآخر، فبات من يخالف أي من الآراء وتوجهات جماهير أي من الأندية بمنزلة شخص لا يدرك ما يقوله، وهو أمر غير مقبول بكل تأكيد، مطالبا الجميع بتقبل الرأي والرأي الآخر، وذلك كظاهرة صحية في الوسط الرياضي وكما هو متداول في الأوساط الرياضية في كل دول العالم. الرياضة تتطلب اختلاف الآراء للوصول إلى رأي صائب من كل النواحي وبمتابعة كل التوجهات، مما يعود إيجابا على الرياضة في النهاية. ووصف مبارك بعض من يتعرضون لآرائه بشيء من الحدة والنقد اللاذع غير البناء بالقول إن هناك في مواقع التواصل الاجتماعي بلطجية الرياضة في الفترة الحالية اعتادوا مصادرة الآراء التي تخالف توجهاتهم، وهو أمر غير مقبول بكل تأكيد. كما أوضح أن تشكيلته التي أعلن عنها شهدت غياب العديد من الأسماء الكبرى في الكرة الكويتية، ومنهم يوسف السويد، عبد العزيز العنبري، عبد العزيز حسن الهاجري، عبد الله وبران، حمد بوحمد، نعيم سعد، أحمد الطرابلسي، وجميعهم من الأسماء الكبيرة والمؤثرة في تاريخ الكرة الكويتية. إلا أن غيابهم عن التشكيلة لا يقلل من شأنهم، بل كان الغرض منه إتاحة الفرصة لأجيال أخرى. يذكر أن مبارك كان قد أثار جدلا واسعا قبل سنتين، وذلك من خلال تصريح تلفزيوني وصف فيه المدرب الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني ونجم الكرة الفرنسية سابق زين الدين زيدان بأنه ملاعب. وفي العراق صعد اختيار مدرب الجوية الكابتن باسم قاسم مديرا فنيا للمنتخب العراقي اللغط من جديد حول التسمية التي استهلكت وقتا طويلا لأجل تسمية أحد المدربين الأجانب المعروفين. صحيفة المدى فتحت ملف مدربي الطوارئ فعنونت تقول: تعارض الآراء وغياب الثقة عطل مشروع الأجنبي. وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من التخبط وانعدام التخطيط أدت إلى العودة لمدرب الطوارئ الذي ثبت بالدليل القاطع فشله في المهمات الوطنية، والحاجة الماسة إلى وجود مدرب آخر بشخصية قوية مختلفة قادرة على إعادة ترميم المنتخب والانطلاق به من تحت الركام وفق خطط وثوابت تؤسس للمرحلة المقبلة. نختم بذلك جولتنا في الصحافة العربية، ومباشرة نتحول بكم إلى جولتنا في الصحافة العالمية، حيث احتفظ ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه بفوزه على يوفنتوس في النهائي الذي أقيم على ملعب المئوية في العاصمة الويلزية كارديف. هذا الحدث الكبير والذي يعتبر مسك ختام الموسم الكروي تداولته الصحف الرياضية من زوايا مختلفة. نتابع. تحت عنوان 12 خرجت صحيفة الماركا الإسبانية التي احتفت بالفريق الملكي وأشادت بتعزيزه لرقمه القياسي ب 12 بطولة وبفارق 5 بطولات عن ملاحقه إيسي ميلان، وأصبح أول فريق يحقق اللقب لمرتين متتاليتين منذ إيسي ميلان في عامي 1989 و1990. ونبقى مع صحيفة ماركا أيضا، ولكن نعود لغلافها عام 1998 عندما فاز ريال مدريد باللقب على حساب اليوفي أيضا وبهدف نظيف، حيث خرجت بعنوان يقول السابعة، حيث يعد
يعد ذلك الفوز إنجاز كبير للفريق الملكي الذي غاب لمدة 32 عاما عن منصة التتويج في هذه البطولة قبل أن يعود من بوابة السيدة العجوز ليعتلي المجد. من جهتها فقد نسيت الصحف البرتغالية فريق ريال مدريد واهتمت كثيرا بنجمها المدلل كريستيانو رونالدو الذي تصدر كل أغلفة الصحف الرياضية هناك، وقد اخترنا منها صحيفة ريكورد التي عنونت أبدي، حيث ردت الصحيفة على كل من لقب في بداية الموسم الدون بالمنتهي. فرونالدو نجح في التسجيل مجددا في المباريات النهائية، وكان له دور كبير في تتويج الريال ليلة الأمس ليقترب من حمل الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حقق البرتغالي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة. وفي الجهة المقابلة خرجت الصحف الإيطالية حزينة على الخسارة الجديدة لفريق السيدة العجوز في المباريات النهائية، فقد عنونت صحيفة لاغازيتا اللعنة في إشارة لها إلى الحظ العاثر الذي يرافق اليوفي في المباريات النهائية، حيث خسر في 7 مواجهات كانت كفيلة في أن تجعل الفريق سيد أوروبا في عدد مرات التتويج. أما صحيفة كوريرو ديل سبورت الإيطالية فقد انتقدت أداء أبناء سيدة العجوز في الشوط الثاني فعنونت يا له من انهيار، وكتبت الصحيفة اليوفي ينهي الموسم بأسوأ طريقة، كما أشادت بنجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو وتوقعت أن يفوز الدون بالكرة الذهبية الخامسة بعد أداء الأمس. رغم تقدمه في العمر إلا أنه ما زال المطلوب رقم واحد لأقوى وأكبر الأندية في عالم الكرة. النجم البرازيلي داني ألفيش يواجه إغراءات الأندية الإنجليزية بحسب صحيفة الديلي ميل التي عنونت داني ألفيش مطلوب لتشيلسي. وأشارت الصحيفة أيضا إلى تصريحات مدرب مانشستر سيتي الذي أكد أن مستقبل داني ألفيش سيكون مع فريقه، لا سيما وأن علاقة بيب غوارديولا مع ألفيش تمتد لسنوات طويلة عندما كان معا في فريق برشلونة. نتحول بكم الآن إلى فقرة الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحيفتي الجزيرة السعودية والأيام البحرينية. وإلى همستنا قبل الختام، من حق أنصار ومحبي ريال مدريد أن يفخروا بفريقهم الذي احتفظ بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا واسترد لقب بطولة الدوري. سيكتب التاريخ أن زيدان المحظوظ أنهى عقدة أندية أوروبا أجمع في عدم القدرة على الحفاظ على لقب دوري الأبطال، وسيكتب التاريخ أن زيزو في عام ونصف فقط من عالم التدريب حقق لقبين لدوري الأبطال، وسيكتب التاريخ أنه أعاد ريال مدريد إلى قمة الدوري الإسباني مرة أخرى، مثلما سيكتب التاريخ أيضا أنه أقصى بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وهزم يوفنتوس في الطريق نحو 12. وسيكتب التاريخ أن زيدان لم يلتفت لمنتقديه وواصل عمله بثقة. وبهذه اللقطات المثيرة لأسياد أوروبا نختم حلقة اليوم من برنامج عناوين، على أن نلتقي غدا بإذن الله في عناوين رياضية متجددة. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.